يلا فيش دعم بالعكس تماما برضو في دلتا اسد ثابت خلي النعل في بقي منامكنا في خطوتي ساير اصلي مش ناقصاها تحنيك دفنا وهي نامت قصدي الصين الصين وديت الحقايق تعالى زورني في سطح قمتك ويه هتقابل رجلي على الارض ومهما تسلقت مش هتقابل وشي سامعها من وانا طفل وبدعي ربي يسمع مني واكل واشرب منها بفضله كيب دريمينج مش هتجيبني مش هتجيبني لا مش بتكلم ارقام خالص بتكلم فن تقيل واصرار صامت دوا الكسر ببني من اول طوبة ريل مش مكي بس اسمع كلمة مني يمكن تستفيد اكيد بيهزر لما قال انه فاهم ومقدر هيتر مش بوش بوشين ولو انا مقصر هاول هالك في وشك اي واحد فيهم بس اقصد مقارنش فيه البكلبة معروف مين الاطول والاقصر Elephant in the room مش عجبك ما تجيش تزوم سببت مشاكل وهكون برضو الحل اللي بيدوم فسيبك من الفلوس سوقنا واصل للنجوم ودايك فيني بدون ما اقول الفرق بينا زي ما تعوم وتغرق انا طوف الراب تقتل يا تموت يا ابو سهرب بينا ديك هموم تقوم تصرخ وتقول راح فين النور هجيبكو من وسط اي دايرة لو لفيت مش هتلاقي غير نهايتك عشان كده انا سايبك تلف تلف ترجع لمواجه حقايقك مالبتش ليه احزاني ثلاث سنين وروني الارض ما فرقتش ضلمة على الضلمة كملت السير على الخط مكون من 2017 و18 قهر و19 جثة بيعترضولي السكة وقالوا شرط روحك واخرج من عدمك وإلا مش هتنام قلت همشي مطرح ما احب ودي خلاصة الكلام قالولي انت اخترت طريقك وحلفولي كمان ما هتشوف يوم فيه نور خير من بعد رحمة جدك الغلبان يا روحك واخرج من عدمك مش هتنام Back.